مدرسه ابو بكر الصديق ايما قال لك انا حسيت قد ما دوت على ايام مناسبه بلاران وقبت حيرتانك ارديده سنه دوسيت كلا بدا كون يل حيته بان الا ما لبدا كون يتدبي يتبان مناسبه داسي او اهي مسي هر سر اهل سو اغاسم ايا وها كسو قيب غلاي علماء الدين كمغالده وجاله ارديده مدرسه ابو بكر الصديق والدينتا ايو معلمينتا ارديده ايو مرت الشرف كلا او ادو تر بدن او هورينا مناسبه دني او هادل كوبان كسو جيديي مامولها مدرسه ابو بكر الصديق ايما قال لك انا حسيت قد تقو جاله ايا وها ويدي سيادة أختي كتاب القرآن كشرف وكسوان أو كتاب القرآن كبركة هدول لي هاي هدول قبر لي هاي وقف شرف هو وهي رسول كايري صلوات الله وسلام عليه إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين وهو إلى هاي كروه هذا كتاب القرآن ك تذكر وقوة برتاي وقوة كل رقمي وقوة سطر بيضية وقوة نروش هذا كده بغي معلمين تو تقول لي أنا هل شو هنقرر يا معلم مرة هو كده احترا أو العروسوي إن أمات أصوى سارته وأنا هو آمن وأنا مسؤولية العروس أمانة الأسبوع أمانة هو العروسوي وده شيء إن قبلت إن هو آمن إنه مشروط بغن ربنا وحكت كعروس وحكت إما بغن قف لغو آميني وولي بالدين أهان لغو آميني وحتى لغو آميني يقف الحديد أهان قف دواء هو يتواصل منه يحي إذ كستوف جار بإله برطا أو بركة برطا أو قطة قمتا أو تشعلاتا أو ويلي سوق عمل فشا رغي الدبر ها هذا إله تبارك وتعالى قربه قال يا دنيا دي آخر الله لكن ما إن شاء الله تعالى وحب رحل النوع دمانتين إننا سنتوسيد كي ترى كي رسولك وكبين إنه إن أرضنا ما كاحك هذا إن كم جوسين دون إن شاء الله تعالى جوايز تودي أرضي كارما عارك كشيء ما أتكن ما دعوة بكر الصديق في المركة مقرر هو تعالى من الشيطان الرجيم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين هل تمعلا فيها من كتر الحاك الحكيو صغير بحلم فيها شو من إلي شو هل تمعلا فيها من كتر الحاك الحكيو صغير بحلم فيها وعلم محمد تامع فوقان أرقى حرطة ستار تي في مقالة تقوى تعليه.